اهلا وسهلا، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. البنات اليوم عندي جوج وصفات غزالين، وحده تنسيك في وحده، تحضرهم في الفطور، تحضريهم للسحور، تاكلي وقت ما بغيتي. عندي هنا كيكه اللي بالقرقاع وبالنخاله، وعندي الكنافه اللي تجي اكثر من رائعه. المقادير سهلين وفي المتناول للجميع. ندوز المقادير والطريقة التحضير. هنا عندي المونيكس، عندي التمر اللي حلت لي العظم ديالو، المهم التمر على حسب الحلاوة اللي كتبغيو. انا عندي هكا مع التمر كبير، ما والله ما عرفتش، المهم درت هكا زليفة ديال التمر واش 200 غرام بحال هكا. وعندي كاس كبير ديال الحليب، عندي شويه اللوز وشويه القرقاع، شحال ما درتو شويه شويه، ماشي بزاف زعما، ما يكونش مكلف زعما بزاف، اي شويه شويه، 5 دراهم 5 دراهم هكا ولا. عندي كاس لاروب ديال الزيت، عندي جوج بيضات، انا درت 3 حيت صغيورين، نتوما ديروا جوج بيضات، الا كانوا صغار ديروا 3، انا حيت صغار بزاف لكن درت 3. درت شيشة ديال الملحه، وغادي نطحن هادشي مزيان، وغادي نزيد عليهم شوفان، كاس صغير ديال الشوفان، غادي نخلي المكونات يطحنوا، ونزيد عليهم واحد المعلقه ديال الزبده. الزبده اختياريه، شفتوا انا راني لا فطرت، راه غنرون في الهضره، غير بغيت ما نخليش الفيديو بلا ما نمونطي. والله الا ندخلوا خرج الهضره. بعد ما طحنت كل شيء في مويكس، غادي نخويه هنايا، وعاد غادي نزيد عليه ديك تاع النخاله والخماره. النخاله والخماره كيبقاو هما اخر حاجه، همو الخل هو اللي خرجه هو صافي. غادي نخلط النخاله، ما غاديش ندير دفعه وحده، غادي ندير واحد شويه ونخلط ونشوف، الا لقيتها بقات خفيفه غادي نزيد شويه. يعني الكيكه ما فيها لا سكر لا طحين بيض، راها تجي زوينه ورطبه فنه. صافي هنايا عندي جوج الخمارات ونص، لي دار جوج خمارات ونص، تقدرو ديرو حتى لتلاتة. أنا حيت كانت عندي واحد نص خمارة، صافي قلت بلا ما نحل وحدة عاوتاني ويبقى هداك النص، صافي درت خمارات ونص، نتوما ديرو تلاتة. أنا بانت ليا خفيفة صافي، وكملت هداك الكاس ديال النخالة ديال الطحين ديال القمح كامل. غادي ندخل الطحين مزيان مع داكشي اللي طحنت الاول، وغادي خديت هاد المول دهنته بشويه ديال الزبده. الزبده كتعطي واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت ما كتخليها تلصق لا حتى شي حاجه. صافي شعلت عليه الفران تسخن، نقص عليه وشعلت عليه غير تحت وطفيت الفوق وخليته، ودزت باش نوريكم كيفاش نخدمو السيروم اللي كتقى بيه الكنافه. هنايا عندي كاس ديال الماء وكاس ونص ديال السنيده وقطرات ديال الحامض، انا عندي نص حامضه صغيره عصرتها صافي، وكنحركو ونخليو كيغلى واحد شويه، وندوز باش نحضر الكريمه اللي غادي ندير كحشوه في الكنافه. هنايا خديت نص لتر ديال الحليب، ضروري المكونات نخلطوهم مع الحليب بارد وعاد نديروهم فوق البوطه، وخديت معلقه ديال السنيده. انا حيت ما بغيت الحلاوه بزاف، لان كاين السيرون اللي غادي نسقي بيه، درت غير معلقه. وانتم اللي بغيتوا الكريمه تكون حلوه اكثر، انا جات ناقصه بزاف في الحلاوه. وعندي 3 معالق هنايا ديال مايزينا. صفر ديال الحليب، 3 معالق ديال مايزينا، ومعلقه ديال السنيده.
غادي نخلط كل شيء، والحليب بارد كنأكد على الحليب بارد. بغيتو ديرو شي نكهة ديال الزهر اولا ديال الفاني ديروها، انا بالنسبة لي بغيتها تبقى هكا طبيعي، غندير عليها غير الجبن. المهم انتوما غادي تشوفو هنا، رانا خليت هداك الفوي فوق العافية ويلصق لي في الكسرونة. بالنسبة للماء والسكر هذاك واخا ما تخلطوهش صافي، تخلوه غير غلا، ولكن اللي غتحرصوا عليه هو الحليب والمايزينا، اللي ما تزوجوش عليه بالتحريك، لان غير اي فوا تحبسوا غادي يلصق، تلصق المايزينا كلها لتحت، فتستمروا بالتحريك هكا حتى كتعقد، فتحسوا بها عقادك راها كتجي زوينه، تقدموها حتى للضياف كتحليه زوينه. صافي هنا كتشوفوا القوام كيف اختار، وهنا غادي نزيد عليه الجبن، اي جبن عندكم، اي جبن، جبلي، جبال، ريكوتا، هل اي حاجه، اي جبن، ولا ما عندكم ديروا المربع او المثلث، ديروا 8 القطع ولا 10 القطع ديروهم. انا درت 4 القطع ديال الكيري المربع، ودرت هذوك العلبة ديال الجبن، يعني راه ماشي بالضرورة أنا ديرو هادشي اللي درت أنا، يكفي أنكم ديرو هاد المربع أو المثلث على حسب اللي بغيتو، 4 بغيتو، 3 هاد 6 بغيتو، 8 على حسب، يعني هذا كيبقى كيبقى اختياري. المهم ضروري يكون فيها شوية جبن، ولكن أي حاجة يعني فرماج المثلث ولا المربع ولا الجبن ولا نص علبة ديال الجبن اللي بغيتو. المهم هادو كيعطيو هاد الإضافات كيعطيو واحد المذاق زوين. هنا غادي نحيدها نحطها على جنب، وغنجيب الكنافة اللي عندي هنايا قطعتها، كنقطعها غير بين الشدية، اللي بغا يدوزها في الهاشوار يدوزها. صافي كنبقى هاكا غير نقسمها غير بيدية، وانا راه دايرت قبيلة الزبدة دابت وبقات ولات نوازير، يعني تتبخر من هذاك الماء، بقات غير الزبدة واقفة والماء ديالها تبخر وكيولي لاصق في الكسرونة. انتم غادي تشوفوا الكسرونة كيفاش عندي، راه شفتو كلو لصق في الكسرونة في تحت، كيولي بحال الريب لاصق، بحال المهم كيتبخر داك الماء ديال الزبدة ما تيبقاش، ضروري الزبدة نوازير تذوبوها وتخليها تبخر منها الماء. صافي هنا غادي نبسبس هاد الكنافة كاملة بالزبدة، كلها غتلبس ليا بالزبدة، هاكا نبقاو نبسبسوها في يدينا هاكا، تتلبس كاملة بالزبدة، بسدينا كلها محمرة ومقرملة كتعطي ديك القرميشة. صافي هنا كتاخدو شي مول دائري ولا مربع ولا المول العجيب ولا أي مول عندكم، هي الصراحة كتجي هاكا في المول الداير كتجي عاطية منظر زويون. بغيتي ديروها فردية في المولات صغيورين ديروها فرديين، كل واحد زعما ديالو فردية بلا ما تقطعوها، كل واحد داكشي كيبقى اختياري. صافي كنبقى هاكا نهبط عليها بيديا مزيان حتى كتثبت. صافي كتشد اولا تشدو شي كاس ولا شي هدا وتزيروها هاكا بالقاع ديال الكاس. صافي وكنشد الحشوة ديالي كلها اللي كنخوي هنايا وكنوزعها باش كنعمرو الجنيبات، يعني كتوزع في الجناب كاملين. هنا الكسرونة تحرقات ليا واحد شوية، قلت معليش ما وصلتش، ما وصلتش للحرق. صافي وكت كديروها وكتبقاو تهزو الكمية اللي بقات وبشوية، غير راه ماشي صعيبة، غير بشوية انتوما كتوركو هاكا وكتديرو بشوية بشوية حتى كتغطى ليكم كاملة.
صافي كتهبطوا الجنيبات اللي كانوا طالعين. صافي انا نص كيلو راه كفاني، راه الاطار ديال هاد المول راه كبير. نقول لكم واخيلا واش 35، واخيلا 35 سنتيم تقريبا. وانتم راه ممكن ديروها في مول ديال 40، ملي بغيتو الكنافة تجي رقيقة ديرو في المول ديال 40. راه المول ديال 40 وتكفا وتعدى الا بغيتوها، مديش هكا غليظة. صافي هنايا خرجت الكيكة وغندخلها هي، غادي نهبط عليها تاي العافية ونشعل عليها من تحت تحمر، ونشعل تاني الفوق ونقص العافية مهيلة باش تحمر ليا من الداخل. هنا البنات الكيكة زات رطبة وزوينة. اللي بغاها يخليها صحية بحال هكا، يخليها صحية بالنسبة للمريض السكر وهذا، ياكلوها غير هكاك. انا يوم انا ولدي اسلام تبغوا فيها الكراميل غتقولوا لي راه فيه السكر وهذا، راه بزاف ديال الحوايج ما كناكلش فيهم السكر، العصير اتاي حتى حاجة ما كندير فيها السكر. وكيكات هكا كندير مغرب التمر، ولكن مرة ما فيها، بس مرة ناكل الكراميل. الكراميل ما يمكنش، راه ضروري ناخذ الكراميل مع كيكه. صافي وكنزوقها باللوز ايفيلي. شوفوا البنات كيف جات، عرفتي راه واحد الرطوب وبات فيها. صافي طابت ليا الكنافه حتى هي، وغندوز تاهي باش نزينها. غادي نسقيها بعدا بالسيروم، السيروم اللي درت ديال الماء والحامض وهذا درتو في هاد القريعة باش يتوزع ليا على الجناب وعلى كل شيء. صافي وغادي نزينها ان شاء الله حتى هي بواحد شوية ديال البيستاج، واحد شوية البيستاج اللي قطعتو غير بالموس حتى غير شوية، ما بغيتش نخدم فيه الموينيكس وهذا. صافي قطعتو وخليتهم كيبردو، ودست باش نوجد فطوري البسيط، فطوري مزروب اليوم. غتنسى على الأذان. صافي قلت شنو غادي ندير، نوض داكشي اللي كاين غنقضي بيه بالزربة. درت عصير لافوكا، درت الفريز كيطيب في الاير فراير، الفريز يكون عندي في الفريغو دائما موجود. كنمشي لهداك سميتو الاتاكادا اللي في طريق القريه، تما كناخذ دوك الشاطيات كبار ديال الفريز وكيبقاو في عندي الفريغو، وقت ما احتاجيتهم كنلقاهم. هنا البنات راه ولدي دار صدر كيطيب ديال الجاج، وبالنسبه للسيده اللي قالت لي شنو كياكل ولدك في حيت كيدير لاصال، ولدها تا هو كيدير لاصال. اختي راه ها كياخذ داكشي بعدا بالميزان بالغرام، عنده كل وجبه ديال هذا فيها الدجاج فيها 240 غرام. المهم هاد السيستم، هاد البروغرام ديال الريجيم راه عطاه له واحد الكوتش، راه ماشي غير بدايتو راسو دار الريجيم ديال الماكلة وتنظم هاد الماكلة بحال هكا، لا راه عطاه له واحد الأخصائي في هاد الشي. صافي هو اللي عطاه الخياط ديال اللوبيا الخضرا، حيد ليه بعدا لافوكا، حيد ليه بزاف ديال الحوايج ما ياكلهم. هانت غتشوف الطبيله ديالو هو شنو حاط فيها. بالنسبه للفطور سياخذ الخبز ديال العيش و 240 غرام ديال الصدر الدجاج، و 100 غرام ديال الفريز، و 100 غرام ديال الكيوي اولا فلفله اولا الخيار، هادو في الفطور. في العشاء ملي كيمشي لاصال وكيجي في العشاء سياخذ الابلق، هذاك القمح مسلوق، يا اما تيدير معاه البيض وكيخلي الدجاج للسحور، تيدير معاه سيسلقو وتيدير فوق منو البيض وكيطيبو. وفي السحور سياخد عاوتاني 240 غرام ديال الدجاج مع 200 غرام ديال الرز، الرز مسلوق من قبل ما يسلق كانت يعبر 100 غرام، وملي كتسلق راه كيتضاعف الحجم ديالو. هذا هو السيستم اللي غادي عليه ولدي. هنا البنات درت بصيله تشحرات ودرت فيها واحد
المكعب ديال المطيشة اللي حضرت معكم ومكعب ديال القزبرة اللي حضرت معكم وجات واحد السرمولة ما نقول لكم بنينة 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 يعني 5 دقائق البطلة راه دغيا دغيا كتنزل وما بغيتش تنزل بزاف صافي غير واحد شوية ذهبات زدت على هذاك المكعب ديال المطيشة المكعب ديال القزبر وهالسرمولة موجودة هنا كنت مشرملة الكفتة بالليل ليلة قبل كانت عندي في الثلاجة جبتها بالزربة ودت لها كويرات هكا يعني فطور مزروب بسيط خفيفة زربة صافي حسينا بالكيكات الكنافة صافي قد داكشي اللي داكشي اللي راجل معروض للعشاء غياكل غير داكشي خفيف وغادي يمشي لعند خوه ماشي خوه يعني عمو هو عمو هو في الأصل عمو ولكن مو ذكر الضاعة وهذاك الشيء بحال أخوه وعمو ما عرفتش باش نشرح لكم معشي عنده عنده أسبوع بالليل وصافي غادي عنده قلت ليه كل غير شي حاجة خفيفة غياكل غير شي حاجة خفيفة وغادي يمشي يكمل عنده الماكلة دايرين الذبيحة تما ودايرين السوا وهذا قالوا غير يصليو إن شاء الله وغادي يتعشى معاهم هنايا البنات قطعت لكم كيكه وقطعت لكم هاد الكنافه واعره شي حاجه زوينه هادي صحيه مليون في المية مليون في المية صحيه الكيكه ولكن الا ما درتوش فيها الكراميل انا درت فيها الكراميل واش غادي نديرو من غير رمضان زعما واحد ثلاثه الهضره من غير رمضان ما كنديرش فيها الكراميل بزاف تدخل مع قهيوه وهذا هذا هو فطور ولدي هو مقطع في الفلم مقطع على الفريز ودجاج مع داك الخبز ديال الشاورما صافي هنا ضروري انا اتاي ما عمرتش اتاي درت غير واحد داك الشاصيه اللي كندير دائما ودرت شويه النعناع وهادشي اللي كان البنات هذا هو الفطور البسيط قبلوا عليا قبلوا على موجد يلا البنات نهاركم مبروك وتصبحوا على خير وشكرا للمشاهدة ديالكم.